بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي ومشاهدي قناتنا على اليوتيوب، اليوم سنبدأ معكم بدرس جديد في من دروس هندسة البرمجيات. قبل البدء بالدرس أرجو أن لا تنسوا الإعجاب بالمشاركة في القناة، الاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على زر الإعجاب في للفيديو. وكذلك إذا كان عندكم أسئلة واستفسارات أرجو أن لا تنسوا كتابة استفساراتكم في التعليقات أسفل الشاشة. اليوم درسنا حيكون على ضغط البيانات بطريقة الهوفمان كودينج. الهدف الأساسي من ضغط البيانات، طبعا ما راح أطول معكم في الأمور النظرية، راح ندخل على العمل مباشرة. الهدف الأساسي من هذا الكودينج أو هذه الألغوريثمة إنه نضغط البيانات بشكل فعال وسريع وبأقل الخسائر حتى تشتغل معانا البيانات بعد ما نضغطها بشكل مريح وفعال للكمبيوتر. ندخل في المثال المباشر، يعني لنفترض أنه لدينا بيانات أرسلت لنا عبر النتورك، هي عبارة عن حروف، طبعا كل الحروف لها ترددات وأكواد ثابتة الطول. هذه البيانات أو هذه الحروف لها ترددات معينة، هذه الترددات كيف نحولها إلى شجرة تفصيلية وإلى أن نحسب عدد البتات تابعة لها، كذلك بعدين نضغط البيانات. نجي إلى الجدول هذا، عندنا الحروف والترددات لكل حرف والأكواد ثابتة الطول، نحتاج أنه نطلع نتيجة الخطوات مالتنا في الشجرة. طيب كيف نرسم الشجرة أول مرة نفهمكم، بعدين نبدأ بالتفاصيل في الدرس. أرجو متابعتي بدقة لأنه هذا الدرس مهم جدا. هذا المثال عبارة، يعني أحيانا تجيكم على شكل سؤال أو سؤالين أو ثلاثة، في نهاية الدرس راح تشوفون النتيجة اللي تطلع لكم. فأول شيء نعمله أنه نبحث في الحروف على أقل ترددين وبعدين نحطهم في دوائر مثل هذه الدوائر جنب بعض. الترددين الأقل قيمة هما 9 و5، فنجي نحط 5 في اليسار وراح أوضح لكم، والتسعة في اليمين داخل دائرة حتى نرسم الشجرة. بعدين إيش نسوي؟ نبدأ بجمع 9 قيمة تردد الحرف E مع قيمة تردد الحرف F، يطلع لنا يعطينا نتيجة 14. طيب بعدين نجي إيش نعمل؟ ندور على تردد آخر أقل تردد، يعني بعد 5 و9 نبحث على قيمة أقل تردد، نلاقي 12 بعد 9، نقارنها مع الرقم 14 اللي هو الناتج، هل هو أعلى أم أقل؟ إذا كان أعلى راح نحطها جنب الترددات الضعيفة اللي هي القليلة اللي هي 9 و5، ولكن على اليمين. الترتيب هنا مهم جدا، الترتيب لازم يكون القيمة الأقل في اليسار ومن بعدها القيمة الأعلى في اليمين، ومن بعدها القيمة الأقل، مثلا الـ E أقل من الـ C، إذا حتكون في الـ C، حرف الـ C قيمتها لأنها أكبر من الـ E فنحطها في اليمين. لقينا الرقم 12 وبالتالي حطيناها في دائرة. نبدأ ندور على رقم آخر أكبر، لما ندور نلقى أنه البي أيضا، قيمة البي أيضا هي 13، نقارنها مع مجموع العددين اللي هم الـ F والـ E، مجموعها 14،
هل 14 أكبر من 13؟ نعم. إذا نحطها جنب السي على اليمين، يكون البي أكبر من السي، وبالتالي حطيناهم جنب بعض. نجمع القيم بما أنه صاروا اثنين عددين، نجمعهم نحط هنا 25، يعني مجموع ال 12 زائد 13 يعطينا ناتج ال 25. نجي الآن نبحث على القيمة الخامسة الأقل قيمة، يعني أو الحرف الخامس الأقل قيمة. نلاقي إنه البي هو عفوا الدي هو الأقل قيمة. الدي هو 16. طيب الدي أكبر من قيمة الـ14 الظاهرة عندنا في يسار الشاشة، اللي هو مجموع التسعة والخمسة، وأقل قيمة من الـ25 اللي ظاهرة في يمين الشاشة عندنا، اللي هي مجموع السي والبي. فبالتالي احنا لأنه عندنا قاعدة تقول الأقل قيمة في اليسار والأعلى قيمة في اليمين، إذا نحط قيمة الدي ما بين الـ25 وما بين الـ14. طيب وجدنا القيمة الخامسة أو الحرف الخامس وقيمتها. نجي إلى الحرف الأخير والسادس اللي هو قيمته 45. طيب نجي نقارن 45، هل هو أكبر من القيم الموجودة فوق من الـ14 ومن الـ16 ومن الـ25؟ الجواب طبعا لا. إذا العمل اللي حنعمله إنه نجمع الـ14 مع الـ16 يعطينا ناتج 30. طيب نجي نقارن مرة أخرى، هل الـ45 أصغر من الـ30؟ الجواب أكيد لا. فبالتالي نجمع مرة، نعمل عملية جمع مرة أخرى، يعني قيمة الـ25 مع قيمة الـ30. طبعا هنا ينطينا الناتج 55، وهو بطبيعة الحال أكبر من قيمة حرف الأي. نجي إلى القاعدة الأساسية مالتنا اللي هي تقول إنه القيمة الأصغر في اليسار والقيمة الأكبر في اليمين. إذا نحط حرف الأي اللي قيمته 45 يسار الـ55. كخطوة أخيرة نقوم بجمع الـ45 اللي هي قيمة الأي والـ55 اللي قيمة اللي هي مجموع الشجرة السابقة، فبالتالي تعطينا 100. طيب إلى هنا كملنا السؤال؟ لا ما كملنا السؤال. الخطوة الأخرى إيش هي؟ الخطوة الأخرى نقوم يعني حتى نحولها إلى بتات، نضع قيمة 0 و1 بحيث يكون 0 في اليسار في الذراع الأيسر والـ1 في الذراع الأيمن لكل شجرة، ونبدأ من فوق إلى أسفل الشجرة. وهنا يظهر عندنا ليش حطينا الأصغر قيمة في اليسار والأكبر قيمة، أهمية يعني وضعنا أو حرصنا على وضع القيمة الأصغر في اليسار والقيمة الأكبر في اليمين، هنا تظهر عندنا الأهمية مالتها. طيب بعد ما حددنا الصفر والواحد في الذراع الأيسر والذراع الأيمن، إيش العمل؟ لازم احنا نحصل على نتيجة، على نتيجة البتات. فبالتالي ايش نسوي؟ نجي نحسب حرف الاي كم ذراع موجود فيه. حرف الاي من فوق من 100 فيها ذراع واحد وقيمتها 0، اذا نسجل النتيجة النهائية لحرف الاي هي 0. طيب نجي نحسب حرف البي. حرف البي موجود أسفل الشاشة يمينا، اللي هو القيمة مالتها كانت 13. فبالتالي نجي مثل ما مرسوم لنا في الدائرة، نجي نحسب
قيمتها بالبتات، 1 1 1، وبالتالي تعطينا النتيجة 1 1 1، في حين كانت هي النتيجة في الأكواد ثابتة الطول 0 0 1. تمام، الآن بهذه الخطوات نمشي إلى الحرف سي. نفس الخطوات، نفس الرسمة، نجدها أسفل الشاشة على اليمين، وبعدين في الأخير رايحة على اليسار لأنها أصغر من البي، وبالتالي النتيجة تعطينا 1 1 0. وهكذا الدي أيضا نجي نحسبها 1 0 1، وهكذا الإي. هنا الإي عندنا الوصول إليها من أعلى الشجرة إلى أسفل الشجرة تحتاج من عندنا 4 خطوات. إذن 1 0 0 1، إذن أعطتنا النتيجة 1 0 0 1. وكذلك الأمر كذلك بالنسبة لحرف الإف اللي هو يعطينا 1 0 0 0. طيب هنا طلعنا النتائج، هل انتهينا من الموضوع؟ لا، عندنا لازم نتأكد انه ضغط البيانات فاد الموضوع ولا لا. كيف نتأكد من هذا؟ مجموع الترددات نحسبها نضربها في 8. ليش نضربها في 8؟ لأنه احنا عندنا 6 عناصر، كل عنصر 2 أس 3 منها، يعني عفوا 6 عناصر، أقرب رقم إلها هو 2 أس 3. تمام، 2 أس 3 إيش تعمل لنا؟ تعمل لنا 8. فبالتالي نضرب 100 اللي هو مجموع الترددات القديمة قبل الضغط في 8 بتات، بالتالي تعطينا 800 بت. تمام، بعد العملية مالتنا إيش نسوي حتى نتأكد إنه ضغط البيانات تمت؟ هنا ركزوا معايا شوي لأنه شوي عملية طويلة حتكون. نجي نضرب عدد القيم السابقة للترددات بعدد الأذرع اللي تمر منها حتى نحصل على النتيجة. يعني الـ A فيها من فوق من 100 ذراع 1 نازل، بالتالي 45 نضربها في 1، 13 نضربها في 3. ليش؟ لأنه الـ B في تنحل بعد 3 خطوات، يعني نصل إلى نهاية الشجرة بعد 3 خطوات، وقيمتها القديمة 13، فبالتالي نحصل على القيمة مالتها. بعدين الC كذلك 3 خطوات، الD كذلك 3 خطوات، وهكذا الE والF 4 خطوات. إذا لاحظتوا طلع عندنا في القيم السابقة 1100، يعني عفوا 1001 كما مبين في الشاشة في النتيجة لما طلعنا النتائج في الخطوة السابقة، وطلع عندنا 1000، وبالتالي هذه نقدر من نشوف عدد الخطوات مالتها من النتيجة نطلعها نضربها في 4. نجمع مجموع الترددات الجديدة يطلع لنا 224. نعم 224. إيش الخطوة الثانية؟ عدد الحروف الموجودة هي 6. تمام، عدد الحروف الموجودة هي 6. في الخطوات السابقة إيش سوينا؟ ضربناها في 8 بتات، تعطينا 48 بت. طيب إيش عندنا أيضا؟ عندنا قيم الترددات قبل الضغط مجموعها، كنا حاسبيها في الخطوة السابقة 100. فإيش نسوي الآن حتى نجد حجم البيانات بعد الضغط؟ نجمع 48 اللي هي بتات الحروف مع بتات الترددات مع القيم قبل الضغط، تعطينا 372 بت حجم البيانات بعد الضغط. لو نقارنها مع ال 800 بت تعطينا الفرق ما بين قبل وبعد الضغط، ضغط البيانات. أتمنى أن أكون وفقت في درسي لهذا اليوم، وأشكركم على حسن المتابعة.
وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.